على أبواب العام الدراسي الجديد، أعلنت بعض المدارس الأهلية تخفيض أجورها بنسبة تزيد على 15% رغم استمرار الدولة بفرض الضرائب عليها. ويهدف هذا التقليل إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها جيوب أولياء الأمور في ظل أزمة الرواتب. خفضنا 15% من التعليم الابتدائي، وبحدود 20% تقريبا او 15% ايضا من التعليم المتوسط او ثانوي. الضرائب اللي تاخذ 1.5 من اصل 10% كضرائب. والله احنا مع تخفيض الاجور، فاتمنى مثل ما تقول الدوله هم تشيل عن كائلهم فشيء مثل ما تقول عن هم يوفرون على الاهالي وينطونهم اجور مثل ما تقول للنص للثلث. وزارة التربية ألزمت المدارس الأهلية بتخفيض أجورها بنسبة 10%، ويقر مسؤولون أن تلك المدارس سدت نقصاً في المدارس الحكومية عقب وصول أعدادها في البصرة إلى 700 مدرسة ويتضم نحو 30% من الطلبة. وزارة التربية حددت نسبة 10% تخفيض للعام الدراسي الماضي، وبالتالي هذه أصبحت ملزمة لجميع مدارس الأهلية في المحافظة التي حقيقة يبلغ عددها حوالي 700 مدرسة. ومع تحديد الدوام بيوم واحد في الأسبوع جراء كورونا، فإن الكثير من أولياء الأمور عزفوا عن تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية بسبب ضغوط الحياة المعيشية على نفقاتهم، فيما فضل آخرون إعادة أبنائهم إلى المدارس الحكومية، الأمر الذي سيضاعف من أعداد الطلبة في قاعات الدرس. جائحة كورونا أثرت على الرواتب، أثرت على هذا، فبعض على أولياء الأمور يقول لك إحنا بعد إذا يوم واحد شنو نخلي المدارس هذه؟ النقل إلى مدارس حكومية ونفس الشيء. يجمع تربويون هنا على أن التعليم الأهلي أسهم بشكل كبير بتخفيف الأعباء من كاهل التعليم الحكومي الذي يعاني من نقص في الأبنية المدرسية من خلال استيعابه لأعداد كبيرة من الطلبة، فضلا عن توفيره وظائف للمعلمين العاطلين. سعد قصي، يو تي في، مدينة طلب.